أي قلب ضمه صدق بشوقي، أي هم ينجلي عند شروقي، أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق. إنه القرآن يثري نبها ويبث الروح في كل خفوق، ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي. إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق، دارنا كم حل فيها من معان شاهقات سامقات باللباء، دارنا والشعر فيك ازدان عزا يتباهى شامخا في كبرياء، دار مريم للمكارم فاحملينا واغرسي فينا عناوين اللقاء. قد سمعونا منك في أرقى سمو وتعاهدنا على صدق الوفاء، دار خير قد بناها قول ربي نعمة لبنات من هذا البناء.